نحكيو على تونس بعد الثورة، معناتها شفنا برشا معناتها رؤساء حكومات، حكومة عفوا، شفنا أيضا برشا رؤساء جمهورية. شنو اللي تبدل في المراحل هذوما كلهم؟ عسلامة، مرحبا بكم. والله مبدئيا نظريا ما تبدل شيء، أنا نشوف هكا وخاصة بالنسبة للشباب، فهمتني؟ نحن الثورة علاش قامت هي؟ فهمتني؟ شعارة الثورة ما حرية، عدالة، كرم وطني. إلى يومنا هذا يمكن شوية من الحرية بعد قاعدة تنقص الحرية شوي شوي. الشغل إلى يومنا هذا البطالة موجودة في بارتو، غلاء المعيشة خاصة الزوال اللي نحن علاش ثارت الثورة بالأخص على خصوص المعيشة. عمال الدنيا غلط، كل شيء غلاء، الزوالي ما عادش يخلط، الشغل ما ثماش، الشباب مكثر وقت تشوف يحرق، هذا اللي انجر عليه برشا حوايج، الانتدابات كل شيء مسكر، خاصة صندوق النقد الدولي قاعد يتحكم فينا. يتحكم فينا؟ ما مرينا شيء، هو يعني ثم برشا املاءات خاصه صندوق النقد. رئيس الجمهوريه قيس سعيد لم يخضع لهذه الاملاءات عفوا، والدليل خلاه انه الى حد الان ما قبلش معناتها بالقرار. بالنسبه لرئيس الجمهوريه قيس سعيد مشكور على بعض الايجابيات خاصه ملفات الفساد، وخاصه المهله 5 سنوات من 2019 هو من 2019 الى يومنا هذا، بعض الملفات الفساد يعني يحاول قدر المستطاع، وما زال ان شاء الله نشوفه مخير. يعني الوضع صعيب عموما، اذا سالناك بصفه عامه الوضع صعيب. الوضع صعيب، وان شاء الله نحن ديما الامل في الشباب، ان شاء الله تتحسن البلاد، وان شاء الله نشوفه مخير من قبل الثوره وما بعد الثوره. الامل في الشباب، حال الشباب يعني اليوم نشوفوا جزء من الشباب التونسي ياس. مادام الشباب التونسي يائس خاطر ما ثماش امل في الشغل، حتى المطالب اصحاب الشهادة العليا تشوف انت، حتى القانون الوقع دراسته هو البطاله 10 سنوات وقع الغاء، اللي كان الشباب متمسك بالقانون هذا، يعني ديما ثم امل، كيقول لك نبقى 10 سنوات وثم بعد تصير انتدابه حسب الباردوسي، وقع الغاء تشوف انت، يعني شيء ان شاء الله تبدل برشا اراء بعد الانتخابات الجايه ان شاء الله. باه، انت من هذا كل وين؟ شنو هي امورك؟ سافا، لاباس، مستقر؟ انا والله كموظف، فهمتني ولا؟ ومع ذلك الواحد يتنفس بالسيف، خلي ما البطال، وانا ديجا كشاب عشت البطاله ونعرف ايش معناها بطاله. البطال شنو هو؟ ما عندوش حتى امل، يمشي للقهوه باش يخلص قهوه، والحياه المعيشيه صعبه. الانسان سواء للمرأة ولا للرجل، الرجل اللي عنده مستقبل لازم يبنيه، فهمتني؟ باش يكون دار صعيب ياسر، مكثر التوانسة كلها تحت الكراء، فهمتني؟ المرأة كذلك، فهمتني؟ تحاول أن تدخل في سوق الشغل، خاطر عندها حق، ما دام قرت وتعلمت وصلت أعلى المراتب مثلها مثل الرجل. وأنت موظف، احنا باش نحكيو على الموظفين في تونس اليوم، كيفاش نجموا نوصفوا حالهم؟ سبا معناتها منجمين يتأقلموا مع ظروف الحياة وإلا تعبين؟ تعبين كأي الناس، خاطر علاش حتى الانتدابات هكا تشوف فيه محدودة، يعني يخرج زميلك تقاعد تبقى أنت تولي تخدم دوبل وتريبل باش تغطي على الزميل، فهمتني؟ خاصة هكا تشوف أنت حتى في المجال الطبي مكثر الطب خرجوا، فهمتني ولا؟ مهندسين خرجوا، معناتها قاعدين نحكوا على هجرة الكفاءات، هي حاجة كفاءات، والدولة صارفة عليهم، تعرف أنت الشيء هذا، يعني الدولة صارفة برشا على خاصة الكفاءات كالمهندسين والطب. إن شاء الله من حسن إلى أحسن، إن شاء الله نشوفوا حاجة باهية، يعني نحن ديما ثم أمل، فهمتني؟ مادام ثم شباب وثم تطلعات وثم خاصة الحرية. الحرية باش توصل كلمتك، باش توصل معلومة، باش تحاول أن تنقد نقد بناء، يعني مش انه نقد نتاع تهديد. والله تقييمي مش باش نقول لك، الوضع صعيب شوي في المعيشه في كل شيء، وتوزد مكتب. اي احنا اش باش نسوي؟ نحضر روحك للعوده المدرسيه. المكتب ما عنديش انا صغار، عندي ولاد خويا، يعني نشري لهم على قدر، نعاون على قدر المستطاع. اما ميزانيه ان شاء الله ربي ينجحهم يا ربي، كل والدين يخسروا اولادهم ان شاء الله في الاخر، ان شاء الله تطلع نتيجه باهيه، وربي ينجحهم ويوفقهم.
بديت تشري اكيد في الادوات المدرسيه. يعني ماشي باش نمشي تو جا ماشي تو حاضره روحك الفلوس حاضره حاضره عندي وعلى غلاء الخاطر ثم شوي غلاء. انت تتحكمي في روحك، تنجمي تشري نتاع 50، تنجمي نتاع 100، تنجمي نتاع 20، انت وكل قدير وقدر. بالنسبه للكتب، الكتب لا يا خيتي، كتب ما تنجميش، وكتاب نتاع 10000 تاخذيه نتاع 5000 ما تنجميش. الكتب بيت سواء كل مثلا سنه خامسه هكاك، سنه سادسه غالي شوي، خامسه غالي شوي، من سنه اولى فهمتي هكاك برا. اما الكتب ما تنجميش انت تتحكمي فيه، يعني كل كتاب وسوم، هما واش يقولوك ب 10000 تاخذي ب 10000. اما الكراتيب اللي تنجمي تتحكمي تاخذي نتاع 5000 تاخذي كل قدير وقدر. ها مازال نجمو نحكيو على مجانيه التعليم في تونس؟ والله ثم تاع التعليم مجاني، اذا حكينا خاصه على غلاء الادوات المدرسيه. لا التعليم موجود، موجوده القرايه، ثم عباد تقرا الدكتوراه واصله الحمد لله، فهمتي؟ ياما شويه المخ في الغلاء نتاع القرايه. هاي معناتها القرايه ولات بالفلوس. اي ولات بشوي بشوي، تولي الزوالي ما عادش ينجم يقري ولاده. الزوالي يولي محروم من كل شيء، حتى حقه في التعليم. اي باغ اكزومبل ثم غلاء، اما ثم عباد تنجم تعاون بعضها، كان شوي وذاك شوي وذاك شوي، ناس تعاون ما ثم حتى اشكالي. ثم ناس تعاون توا في الغلاء هذايا؟ والله يا اخواتي تلقي ثم الرحمه، تلقي ثم رحمه كما جماعه القفه هذوكم يرحم والديهم، هذوكم ساعدهم عند رب، والله ساعدهم، عاونوا برشا عباد وساعدهم، والله يرحم والدي. التونسي اليوم نحكيو على العائلات التونسية. أنا قريت راه ثم فرق، ثم ديفيرونس بين قراية قبل وقراية تو. قرايتنا نحن قبلنا وصلت لقدامك تروازيام اني سكوندير. تسهليني إن نجاوبك على الأديب، على الباك واش يقرا والسد وكيفاش الأديب مخير. قداش من كراسة قبل وقداش من كراسة. نحن كراسنا قبل كانت قبل الكراسة نتاع طرفو براتيك هذيك، نقرا فيها تكنيك، صدقيني كانت ظهر لي أغلى كراسة ب 1500 دينار الماكسيموم. كتبنا كنت ونقروا كنا، ومعلم حتى مثلا تلميذ يضرب ومعلم ما يمشيش يشكي، توها معلمين ولو خايفين من التلامذة، حتى ذا قال حاجة يضرب ومسه معلم يمشي يشكي بيه، هذا معقول؟ ولا ما نلومش على التلميذ، نلوم على الولي اللي يمشي المعلم يجي يحكي معاه يقول لك ضربت ولدي، بعثوا يقروا باش ما تحبوش تضرب، واش علاش؟ قلت لي علاش؟ مادام بعثوا يقروا مادام تطلب معلم باش بطبيعته على اليوم باش نحكيو على العائلات التونسية، يعني من مناسبة لمناسبة. توا مثلا التونسي خارج من مصاريف الصيف، أعراس، فلوحات، برشا حاجات ديريكتومون هاي العودة المدرسية، وزاد المولد ها وجاي. والله يا أختي نحكي لك عن المولد، بالنسبة للمولد نعمل عصيدة عرب، العصيدة تاع زقوق وغلت، ما نعملش العصيدة تاع زقوق، باش نعمل بها عصيدة زقوق؟ نخلي يعني قلت لك اللي عندها اولاد يقروا بها اولاد، ما نقصاش حاجه. تو ما ثماش شكون حكي عليها العصيده راهي اختي، الكيلو ب 50000 شكون حكي عليها؟ انا عم تونسي قاطع ما يشريش، ثم عباد تشري لكن لاباس عليها، لاباس عليها تشري، حتى الزوالي يظهر لي يشري. والله كل انسان كيفاش، لا لا المقدر تو الزوالي المقدر، ثم عباد نعرفها تاخذ كتب اولادها، ثم اولويه، ثم عباد يحكوا نسمع فيهم قالوا باش ناخذوا كتب اولادنا ابجل، خلع سيدة مو في دارك انت مش داري عليه، اما ولدك يمشي يقرا، تلميذ يمشي يقرا القسم يقول له الاستاذ ذات كراسه يقول له ما عنديش ما تجيش، ما همهمش يقول لك انت جاي تقرا لازمك تجيب كراستك، بينما الدار ما تاكلي كل شيء ما داري عليك حد، انا كل شيء بالستر. معناتها اللي يجينا جماعه ان شاء الله ربي يحفظكم ويستركم وربي يعاونكم.